أشكركم على سوق السمك الجديد مدينة الفردقة. تعال أفرجكم على سوق السمك أو شادر السمك الجديد بعد ما تم افتتاحه ونقله. هو كان السوق جنب المسجد، بس كان مسجد الميناء الكبير، بس كان صغير جدا. طبعا افتتحوه ونظموه وخلوا فيه زي نظام أكشاك من جوا، وفيه مطاعم شوي للسمك وحاجة تليق بمدينة الغردقة، لأن السوق ده بيزوروا ناس كتير من السياح. طبعا بيجوا يشتروا حاجاتهم من الناس اللي ساكنة في الغردقة. زي ما انتوا شايفينه السوق تم افتتاحه السنة دي، في جميع أنواع السمك الطازة اللي بيتصاد طبعا من البحر وبيجي آخر النهار وبيتباع على طول فريش. زي ما انتوا شايفين كل أنواع السمك فيه. السوق ده يقع بجوار مارينا الغردقة والمسجد الميناء الكبير، يعني في النص، هو بين المارينا وبين مسجد الميناء الكبير، وبجوار ميدان السقالة، وجنبه طبعا حي الصيادين أو شارع الصيادين. في مكان حيوي، يعني مش هتتوه، لما تنزل تسأل أي سواق أو أي حد هيدلك على طول. الجماعة اللي بيروح مصايف وكده وياخدوا شقق وعاوزين ياكلوا سمك وحاجات دي، بتقول له عاوز اروح سوق الميناء الجديد او شادر السمك الجديد اللي جنب مارينا في المستقبل.